أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول: يوم الجمعة قبل دخول الإمام إلى المنبر، مجموعة من الناس يتلون القرآن جماعة جهرا، وأنا أبكر إلى المسجد فأنشغل بذكر الله والصلاة والذكر ولا أبالي، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، إذا حضرت لصلاة الجمعة مبكرا، صليت ما تيسر لك من النوافل، جلست تذكر الله أو تقرأ القرآن، كله جائز، كله ذكر لله عز وجل. تتلو القرآن أو تشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير. أما ما ذكر من أن جماعة يجتمعون ويقرؤون القرآن بصوت جماعي فهذا بدعة ولا يجوز. كل يقرأ لنفسه ولا يرتبط بالآخرين بصوت جماعي. إنما هذا يجوز للمعلم الذي يعلم القرآن، يجوز أن يلقي الآية على الطلاب فيقرؤونها جماعة من أجل أن يعلمهم إياه. نعم.